السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربه. خساره اولى بعد مردود هزيل لفريق مانشستر سيتي لفريق بيب غوارديولا، اللي ما حفظش الدور صراحه من العديد المقابلات السابقه، والتحضير انا بالنسبه لي اللي كان نوعا ما سيء، وكان من بين يعني الفرق الانجليزيه اللي ما حضرتش مليح للدوري الانجليزي الممتاز، بدايه من المقابلات الوديه مع الفرق الضعيفه ووصولا الى مقابله الدرع الخيريه مع ليستر سيتي والخساره بضربه جزاء، ولكن الخساره كانت متوقعه ضد ليستر سيتي. اليوم ضد فريق توتنهام، فريق اللي ماهوش فريق كبير اللي خلى يعني بصراحه، فريق توتنهام يتميز بالسرعه، فريق توتنهام يتميز بالهجومات المضاده، فريق توتنهام عنده لوكاس مورا وديلي الي اللي عندهم سرعه ويلعبوا الكونتر اتاك بطريقه سريعه. انا لما شفت خطه بيب غوارديولا يلعب غريليتش ك وسط ميدان ومهاجم سيرلينغ، يعني امامه سيرلينغ يكون امام غريليتش، عرفت راح تصرى خلوطه وخلوطه كبيره، لان هذو اللاعبين يعني تقريبا نفس المنصب اللي يلعبوه في زوج، يعني مع بعضهم، منصب سيرلينغ هو منصب غريليتش ومنصب غريليتش هو منصب سيرلينغ، يعني نفس المنصب، يعني هذا ما يخلق يعني في المنطقه هذيك تكثر تكون فيها ممكن اخطاء، يعني هذا ما يتسبب في مشاكل كبيره، خاصه انه يعني في نفس المنصب يكونوا لاصقين في بعضهم وما يعطوش المساحات لزملائهم وبالتالي يضيع الكره، وبالفعل سواء في الشوط الاول او في الشوط الثاني. رغم هذا في الشوط الاول حاول اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، خاصه بعد الكروشي لديلي الي اللي اسقطه ارضا واصبح يعني بين قوسين حكايه، ديلي الي اصبح حكايه، لكن سمحت فرصه لرياض محرز اللي نقدر نقوله كان متسرع نوعا ما، اللي جات الكره لكن للاسف خرجت، جات الكره يعني في جهه الركبه نتاعو، ضربها نقدر نقوله بالركبه نتاعو، كان نوعا ما تسرع وخرج رجله قبل ما توصل الكره للاسف. لكن من بعدها ما شفنا ولا محاولة خطيرة، الشوط الثاني غياب تام. الشوط الثاني قلتها ونعودها، باش يتميز نادي توتنهام يتميز بالسرعة والهجومات المضادة، لي كونتر اتاك، الهجومات المضادة هي اللي صنعت الفارق. صنعت الفارق كرة من لوكاس مورا للاعب الهولندي اللي انطلق بسرعة. لما انطلق بسرعة اللاعب الهولندي وجد إلا لاعب معاه، شكون هو؟ هو سون اللاعب الكوري. سون اللاعب الكوري كما تشوفوا في الصوره، نعطيكم الصوره من عده زوايا، توجد زاويه فيها لاعبين ضد ثلاث لاعبين من توتنهام ضد ثلاث لاعبين من مانشستر سيتي، وصوره اخرى توجد اربع لاعبين من مانشستر سيتي ضد لاعبين من توتنهام، وصوره اخرى فيها صورة أخرى فيها سون ضد ثلاث لاعبين، ضد فرناندينيو، ضد أكي اللي أنا من صراحة بعد ضربة جزاء اللي تسبب فيها ضد ليستر، نفس اللاعب نفس الأخطاء، زيد يغلط في مقابلة تاع توتنهام، وأيضا اللاعب الماندي اللاعب الفرنسي ثاني، ثلاث لاعبين اللي قاعدين يتفرجوا في سون وهو يحط في الكرة، خاصة المسؤولية 80% أو 70% راحت للاعب أكي. أكي ما قدرش يتقدم ولا يضغط على سون أو حتى يرتكب مخالفة، بقى يتفرج. نفس الشيء ماندي بقى يتفرج، نفس الشيء فرناندينيو بقى يتفرج، وبالتالي سون ما يرحمش في الكرات اللي مثل هذه ولا في الوضعيات اللي مثل هذه، يعطي كرات ولا يسجل أهداف يعني بتسديدات قوية، ولما يلقى الزاوية مفتوحة، وبالفعل كانت الزاوية مفتوحة ما كانش واحد يضغط عليه، سواء فرناندينيو ما ضغطش، سواء أكي اللي يتفرج ودار نفس الخطأ سابقا مع ليستر سيتي، نفس الأخطاء تتكرر. يعني هذا ما فهمتش انا الشرود هذا، يشردوا يشوفوا المهاجم يبقوا شاردين يخزروا فيه، اضغط عليه، خرج يحي البالون، ما تخليهش دير حتى مخالفه، ما تخليهش يتيري، ما تخليهش يقدم، ما كانش السيتي مدافعين تاعها، مم حتى دياز روبن دياز
حاول انه يخرج الكره ما يقدرش. بس انا صراحه انا ما بقش منش مقتنع، هذا رايي، مانيش مقتنع مدافعين تاع مانشستر سيتي، مدافعين ضعاف، مدافعين ما يضغطوش على الخصم، ما يضغطوش على المهاجمين، يبقاو يتفرجوا البالون كيعود عند لاطاكون ولا لادفيرسير ولا الفريق الخصم، يقعدوا يتفرجوا. العوض بالشيري العوض انه يضغطوا عليه او حتى يرتكب مخالفه لا يقعد يتفرج. هذه اللي ما فهمتهاش انا، ما لقيتلهاش حل. وراجع ايضا للمدرب غريليتش والسيرلينغ في نفس المنصب، راجع لسوء التحضير مقابلات وديه مع فرق صغار، يعني صراحه فرق متواضعه، يعني من المفروض نلعب مع فرق كبار. وكاين هذا سبب اللي ما نقدرش نلومو فيه غوارديولا، هو سبب يعني لذات فيفا واللاعبين اللي كانوا في المنتخبات الاوروبيه ولا امريكا الجنوبيه، يعني ما نقدروش نلومو بيب غوارديولا، لكن على الاقل نبدا التحضير باللاعبين اللي عندي، سواء رياض محرز سواء مندي سواء اللاعبين اللي جاوني، ونلعب مقابلات وديه مع فرق محترمه ماهيش مع فرق ضعيفه. نلعب دوري انجليزي، نلعب مع فرق يلعبوا الدرجه الثانيه وشامبيونشيب ومش عم بالي والليغ 1 ليغ 1 كيما يقولوها ليغ 1، مش كيما هكا فرق ضعاف، فرق ضعاف مش يطلع من السوا، لازم نلعب مع فرق كبار. ايضا رياض محرز ما قدروش نقولوا لعب مقابله متوسطه نظرا للريتم الضعيف للنادي مانشستر سيتي الضعيف الباطي. وصل انه لعبوا واحد 10 دقائق في الشوط الثاني ما قدروش يمشوا 10 دقائق والكره بطيئه بطيئه، التحضير بطيء، ما كانش السرعه، ما كانش الريتم، ما كان والو، لعب بطيء جدا. هذا فريق مانشستر سيتي بالطريقه هذه راهو في خطر الا بقى بهذا الريتم. قضيه انهم ممكن يشرو مهاجم، ما يشروش، لازمهم مهاجم. جيسوس وحده ما يقدرش، لا يتصاب لك جيسوس، ما تقدرش تلعب بزوز اتاكون توريس وجيسوس ما دار والو، توريس عطاو له في فاصا فاص ما دار والو. سيرلينغ معروف مش حتى زدت نهضر عليه، عاد ضحي بالسيرلينغ وضحيت بالسيرلينغ وضحيت بمحرز، ما فهمتش انا علاش. ودخل دي بروين اللي ناقص تحضير وكان في عطله، ودخلت جيسوس وخليت توريس، من المفروض توريس يخرج وتخلي جيسوس ودخل دي بروين نورمال رغم انه ناقص منافسه. ان شاء الله تكون هذه يعني مجرد مقابله اولى افتتاحيه لتصحيح الاخطاء ويرتفع الريتم يعني شيئا فشيئا. رياض محرز تحصل على تنقيط نوعا ما غير مقبول، سواء 6.3 وتحصل على اوسكور وتحصل على 6.7 في سوفا سكور، لكن يبقى ماهوش هذا رياض محرز نظرا اللي قلت العديد من المعطيات. الفريق لما يرقد مش يقدر ينوض رياض محرز وحده، هذه صراحه. وراجع ايضا الخطه اللي يلعب بها صراحه سيرلينغ وغريليتش في نفس المنصب، ما فهمتهاش. نتمنى التوفيق لرياض محرز وكل لاعب المنتخب الوطني في ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.